المشكلة أنا لما بقرأ القضية وبنسى إني بنتك بصدق إنك أنت اللي قتلت. والله ما قتلته. أنا عارفة يا بابا ومصدقك، بس ده الإحساس اللي بيجيني لما بقرأ، وده الإحساس اللي هيجي لوكيل النيابة والقاضي كمان. ما هو ده شغل بقى المحامي يغير الإحساس ده. أنت عارف إن أنا اللي هترافع عنك. أنتِ؟ أستاذ آسر رفض القضية. بالعافية خليني أشتغل من مكتبه. ولأن مفيش فلوس مش قادرين نوقف محامي تاني. فتقبل تحط حياتك في إيد حد قليل الخبرة بس بيحبك وبيخاف عليك. بلاش يا منى، خلي المحكمة تقول محامي. خايف مني يا بابا؟ خايف عليك يا بنتي، مش عاوزك تبتدي حياتك بقضية خسرانة زي دي تعيش بذنبها طول عمرك. أنا أذيتك كتير ومش عاوز آخر حاجة أعملها إن أدمر اللي جاي من عمرك. أنا لو ما كسبتش القضية دي يا بابا يبقى مفيش أي قضية تانية مهمة بالنسبة لي.